الرئيس السيسي يتفقد مشروع بشائر الخير 2 بغيط العنب. الرئيس السيسي يسلم عقود 10 وحدات سكنية بمشروع إسكان بشائر الخير 2. رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون المشاركة. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمشروع بشائر الخير 2 بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، وهذا لمشاهدة إتمام المرحلة الثانية من مشروع بشائر الخير والذي وجه بالانتهاء من جميع مراحله. وفي نفس السياق سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 وحدات سكنية في مشروع إسكان بشائر الخير 2 بمحافظة الإسكندرية وبشائر الخير 2، وهو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضري لمنطقة غيط العنب. هذا وشملت المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية والعديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول. هذا وقد تم أيضاً تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة. أكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي أن مشروع بشائر الخير 2 في الإسكندرية يعد نموذجاً فريداً من نماذج التكافل الاجتماعي التي تحض عليه كافة الشرائع والأديان السماوية، ودليلاً دامغاً على التعاون بين مؤسسات الدولة ورجال الأعمال المخلصين. وأضاف قائد المنطقة الشمالية العسكرية إن إنشاء المشروع يصب في خانة المصلحة العليا للمجتمع المصري، وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح مشروع بشائر الخير 2 بالإسكندرية بحضور الرئيس السيسي. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والاستثمار والتعاون الدولي وشؤون مجلس النواب والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد الشيخ، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تطوير أفاق العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزير شكري ثمن في بداية اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، والتي تعد امتداداً للروابط التاريخية وقيم التآخي التي دائماً ما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيداً بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية في شتى المجالات في ظل حرص الجانبين على ترسيخ أطر الشراكة بينهما على المستويين الشعبي والرسمي. شنت الإدارة العامة للشرطة بمحافظة المنوفية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة الزراعية وبداخلها 65.45% طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر والبيانات ومنتهية الصلاحية، بعضها بدون تسجيل. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لرصد وضبط مستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة ومنتهية الصلاحية، فقد نجحت الإدارة بالتنسيق مع أمن المنوفية في ضبط مصنعين للاتجار في الأسمدة غير المرخصة بمدينة السادات. بلغ إجمالي ما تم ضبطه في المصنعين 65 طن و450 كيلوغرام أسمدة زراعية ومواد خام تستخدم في التصنيع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ودون بيانات وترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين. يتوقع الخبراء أن يسود غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليكون طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. هذا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال سيناء، تكون غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق،
ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح أغلبها شمالية غربية حتى القاهرة ومناطق من سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.